لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى وأجمل بنات في الدنيا؟ النهاردة يا حبيب قلبي جيجي، النهاردة هنعمل وصفة لشد ترهلات البطن بعد الولادة، تخسيس منطقة البطن بوصفة ممتازة جدا جدا، بتعمل على شد الجسم المترهل، وكمان عايزة اقولك انها رائعة جدا ونتائجها جميلة جدا جدا. طبعا احنا عارفين ان السيدات بعد الولادة بيحصل فيه ترهلات في منطقة البطن، وخاصة الولادات طبعا الطبيعية بيبقى فيه ترهلات في البطن، وفي ترهلات برضو في منطقة المهبل. الوصفة دي جميلة جدا جدا لشد ترهلات البطن بعد الولادة. كل اللي انا هحتاجه النهاردة في الوصفة بتاعتي مكون واحد بس، هو العفص. العفص زي ما انتم شايفين كده، ده بيكون شكله بس بعد ما طحناه. انا هوريكم شكله دلوقتي قبل ما نطحنه، واحنا عملنا بيه وصفة قبل كده لتضييق المهبل. ده بيكون شكل العفص زي ما انتم شايفين اهو، بنجيبه من عند العطار، عبارة عن كور كده، ولكن الكور دي جامدة جدا، يعني مينفعش ان انت تطحنيها في المطحنة غير لما تكسريها الاول بايد الهون ولا حاجة علشان ما تكسرلكيش المطحنة بتاعتك. هنكسرها في الهون وهتبقى معانا بعد ما نطحنها مطحون العفص بالشكل ده. طيب انا هستخدمه ازاي لشد ترهلات البطن؟ كل اللي انا هحتاجه، هحتاج معلقتين من العفص المطحون ده، وانا هقولك على بعض الزيوت هتضيفيها للعفص. لو مش متوفر عندك النوع ده ممكن تستخدمي النوع التاني. انا هحتاج زيت اللوز الحلو او زيت اللوز المر، وبرده ممكن تضيفي مع زيت اللوز المر ممكن تضيفي زيت السمسم. لو مش متوفر عندك النوعين من الزيوت دول ممكن نضيف زيت الزيتون. يعني انا مش هحتاج غير يعني يا اما زيت الزيتون يا اما زيت اللوز المر او زيت اللوز الحلو او زيت السمسم. كل اللي احنا هنعمله هنضيف معلقتين من زيت اللوز الحلو او زيت اللوز المر او زيت الزيتون. انا هضيف معاكم دلوقتي زيت الزيتون بالشكل ده اهو. هنضيف معلقتين وهنقلب، لسه هنضيف كمان، هنقلب بقى الوصفة بتاعتنا كده بالشكل ده. نحط لكم برضو العفص عشان ايه تبقوا عارفين شكله. هنقلبه كده بالشكل ده. الوصفة ديت رائعة جدا جدا لشد ترهلات البطن بعد الولادة. احنا كنا عملنا وصفة لتضييق المهبل، ان شاء الله هنزلها لكم بإذن الله. زي ما انتم شايفين اهو، بعد ما خلصنا الوصفة بتاعتنا، طريقة استخدامنا بقى ازاي للوصفة دي. هناخد الخليط اللي احنا جهزناه ده وهندهن بيه منطقة البطن، منطقة الترهلات، وبعد ما تدهني بيها هتدعكيها بس لمدة دقيقتين كده، يعني بحركات دائرية بايديكي. وبعد كده هتكوني مجهزة معاكي البلاستيك بتاع الطعام ده اللي احنا بنستخدمه في الطعام. هنلفه على البطن يعني 4 لفات او 3 لفات، وهتسيبيه لمدة ساعة. لو سبتيه اكتر من ساعة برضو عادي جدا. عايزة اقولك ان العفص ده بيحتوي على مادة اسمها التناتا. المادة دي بتحتوي على نسبة عالية جدا منه، بتساعد على انقباض العضلات، عضلات البطن وعضلات منطقة المهبل او الرحم. فلذلك العفص ده بيدخل فيه وصفات كتير قوي لشد ترهلات الجسم. حبايب قلبي دي كانت الوصفة بتاعتنا النهاردة، يا رب تستفادوا بيها وتعجبكم ان شاء الله، وكنا نتيجه فعالة معاكم. اذا عجبتكم الوصفة متنسوش تحطوا لايك للفيديو وشيروه لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد. وان شاء الله هسيب لكم لينك الموقع الجديد بتاعي في صندوق الديسكريبشن، بننزل فيه وصفات كتابية عشان اللي ما عندهمش بقاء، يعني اللي بيستعملوا الباقات هيستفادوا ان شاء الله من المقالات اللي احنا بنكتبها. ان شاء الله تستفادوا من الموقع، وانا هسيبه لكم في صندوق الديسكريبشن.
حبايب قلبي، اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تحطوا لايك وتشيروا لكل اصحابكم، وان شاء الله استنوني فيديو جديد ووصفه جديده مع جيجي كل حياتي. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.